يا تيمور انت مشرفنا النهارده ومنورنا. ايه اخبار؟ الحمد لله تمام. عارفين تيمور ابن مين؟ انا امبارح قلت بس امبارح قلت عزيز ما قلتش تيمور، كنت فاكر عزيز هو اللي جاي. تيمور ابن ست احنا بنحبها قوي، ست ام مصريه فرنسويه نقول فرنسويه مصريه ولا مصريه فرنسويه؟ الاثنين اوكي. وتعرفين طبعا هي مين، وخلينا نرحب بيها النهارده واحنا كده في عيد الام النهارده 21 مارس، وهي جايبه لنا معاها ابنها يساعدها في المطبخ. خلينا نرحب ترحيب كبير قوي بشانتال. يا شانتال ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ بريزانس طيبه. عامله ايه؟ ميرسي ميرسي شريف. مش هتبص ابن قوي النهارده يا شانتال. بقول قبل ما نخش على الهوا فبتقول لي ان انت ابني الثالث، فانا بشكرك. ايوه طبعا ده شرف ليا والله يا شانتال. يبقى عندي ام مصريه وام فرنسويه، دي حاجه لطيفه قوي. املاكي بالظبط. قولي في فرنسا، اقف بس جنبها كده عشان جسمك يبقى قدامك. في فرنسا في عيد ام؟ ايوه لكن في اخر مايو. في اخر مايو؟ ايه بقى؟ كل البلد في يوم تاني يعني. بتحتفلوا بيه ازاي؟ بنما ال ده يوم الأد أخر مايو، ونما نفسه وقت الماما وناكل مع بعض لما راجع. لازم هدية الماما. لازم هدية الماما. بص بقى هدية يعني ممكن واخد واحد وردة حاجة أنت تمام يعني، مش ال مش ضروري نشتري ونكلف نفسنا. لا 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 المهم الفكرة. بصي بقى أنا ما بحبش عيد الأم. أنا أنت قلت أنا قلت ليه بقى؟ ليه؟ عشان في كتير أولاد من غير أم. في كتير أولاد من غير أم، وفي كتير أمهات فقدوا أولادهم، وفي كتير سيدات ربنا ما رزقهمش بخلف بأولاد يعني. فاليوم ده بيبقى يوم بالنسبة لهم صعب قوي. في ستات كتير يعني في كل الدنيا كويسين قوي، ممكن اليوم ده تخد واحد أولاد زيادة، ما فيش أم وغليك عشا مع بعض ولا حاجة كده، يديلهم اليوم ده للاولاد دول. اوكي انا معاكي في دي. اوكي يلا عادي. دلوقتي احنا شانتال بنشوفها معانا دايما بتضحك ولذيذه وكده. في البيت بقى شانتال ام الماما بص بتعمل ايه؟ يعني بتعرف تزعق؟ بس كده بتزعق بس كده؟ بتقدر تزعق؟ بتقول ايه؟ انت النهارده مشرفانا منورانا انت وتيمور، وعاملين لنا ايه النهارده؟ تيمور اللي يحكي. تيمور بقى انا عامل تيراميسو. تيراميسو بس فراوله. اوكي. وهي عامله سمان. سمان سمان يعني ايه بالفرنسي؟ كاي هناكل كاي النهارده. بعد النهارده تيراميسو اللي هو صنف حلويات تلياني مفروض. اوكي. وعندنا سمان محشي كاي. ايوه محشي. انتوا الاثنين هتشتغلوا مع بعض. انتوا النهارده مشرفيني ومنوريني ومبسوطين انت معانا النهارده في عيد الام، ومعاكي ابنك تيمور وعندك احفادك. اول سنه يبقى معاكي احفادك في عيد الام البنات؟ الجراند بنت بعد 20 يوم اكون وايد سنه. اه اول عيد امي يقضوا معاك. ربنا يخليهم لك يا رب. انتوا هتيجوا بقى هتقفوا الناحيه دي عشان شكرا. ندخل بقيه الضيوف اللي معانا بعد ما نخلص فقرتنا النهارده في المطبخ مع شانتال وتيمور. عندنا النهارده فقره طبيه، والحقيقه فقره متميزه جدا، وبما النهارده عيد الام هو كمان يوم الاسره، خلينا نقول عليه يوم الاسره، فحتى النهارده في الفقره الطبيه معانا اثنين اخوات دكاتره سنان. النهارده هنتكلم معاهم عن تقويم وتجميل الاسنان، والنهارده خلينا نرحب كده في فقرتنا الطبيه مع دكتور مصطفى مرتضى ودكتور احمد مرتضى. يا اهلا وسهلا. ازاي لك يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ اهلا 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 اهلا، منورينا ومشرفينا. ايه الاخبار؟ لا تعالوا نقعد. ايه الاخبار؟ كله خير. كم بس ايه الاخبار؟ كله خير. انت عامل ايه؟ وحشتني. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انتوا ملاحظين كل ما اقول لهم حاجه يجوا هما الاثنين مع بعض. انتوا توينز ولا ايه؟ لا انا اكبر بثلاث سنين من احمد. لا بجد؟ اه. طب يبقى نتكلم مع الكبير وهو الصغير لو كده. شويه 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 الاثنين واحد. نبتدي بالكبير؟ ماشي. لا خلينا في الصغير عشان اطول. الصغير دايما بيبقى اطول، وانا اخويا الصغير اطول مني ومعقدني. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مشرفنا ومنورنا. الله يخليك. هنتكلم عن ايه النهارده؟ النهارده هنتكلم على تبييض الاسنان وتجميل الاسنان عن طريق العدسات. ايه عدسات على الاسنان؟ اه عدسات الاسنان ده الجديد. انا عارف عدسات ال لا عدسات الاسنان. اوكي. والدكتور مصطفى برضه هيكلمنا على الزراعه. انت في الحقيقه بتقول يا دكتور ولا بتقول له؟ لا لا بقوله مصطفى. طب يا دكتور مصطفى انا هقول له يا دكتور. انتوا الاثنين اخوات وفي سنتر واحد. تمام. احنا اللي واخدينه انا واخويا طول النهار نتخانق، لو اشتغلنا مع بعض في حاجه يعني هنتخانق مع بعض. انتوا
علاقتكم جوه السنتر ايه؟ لا هو دلوقتي حاليا ما بقاش في دكتور السنان اللي هو بيعمل كل حاجه. أوكي. بقى في لازم تيم ورك، حد بيكمل حد. محضر في حاجات وانا محضر في حاجات، وبنوصل للاخر لافضل طريقه للعلاج. أوكي. ازاي تبقى كونزرفتيف مع العيان، خصوصا ان النهارده اللي جايين نتكلم عنه ان معظم العيانين خايفين من ابر البنج والبرد في الاسنان. صحيح. فدلوقتي الجديد بقى ان انت ازاي بتعمل عدسات من غير ما تضغط سنانك ومن غير الم او كلام من ده. هتعلمونا النهارده وتورونا الضحكه بتاعت النجوم بقى والممثلين اللي عامله مشكله للناس كلهم. ان شاء الله. طب انتوا النهارده مشرفينا ومنورينا ومبسوطين ان انتوا معانا النهارده في عيد الاسره او عيد الام، وانتوا مشرفينا كل الامهات طيبين. ثانك يو، اشكرك. طيب الفكره بقى اللي بعد كده عندنا حاجه لطيفه جدا. عندنا النهارده صاحب شركه للانشاءات والتشطيبات والصيانه المنزليه، وفي الحقيقه هو سبونسر معانا في البرنامج، وبنشكر ان هو سبونسر معانا في البرنامج. هنتعرف النهارده عن شركته وعن الانشطه الخاصه بيه، والنهارده هو جايب لنا كمان في الفقره مجموعه من الفنانين اللي ما هقول عليهم فنانين ليه. انا بالنسبه لي اي حد بيشتغل في تصليح حاجه ليها علاقه بالبيت، سواء بقى في الحداده، في النجاره، في السباكه، في اي حاجه، في النقاشه، في الكلام ده، ده لازم يبقى فنان، ولازم يبقى بيفكر كويس قوي علشان في الاخر يدينا خدمه متميزه جدا، وفي الاخر حاجه تقعد معانا وقت اكتر. فالنهارده كده هنرحب بالمهندس النهارده مشرفنا ومنورنا، مهندس عبد الله رمضان، صاحب شركه البراء للانشاءات والتشطيبات. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا باشمهندس، اخبارك ايه؟ مشرفنا ومنورنا، وفي عيد الام ولابس لنا موف النهارده عشان عيد الام. ايه الاخبار؟ كله تمام. انت النهارده جايب لي كرو ان شاء الله بعد الصف من باقي الشغل. طبعا بشوف الاعلام بتاعكم ان انتوا لو اي حد عنده مشاكل في الشقه ممكن بسرعه قوي تغيروا له المشاكل دي الى حاجه كويسه ان شاء الله. ايه اهم الحاجات اللي انتوا بتعملوها؟ الاعطال اللي هي اللي دايما بتقابل اي حد في شقته او في بيته او في ليته. دايما بتاثر على حياته، قطع الكهرباء، مشكله سباكه، في الميه، في الحوض. طيب طبعا دايما الناس بتعاني من الحاجات دي، فاحنا ان شاء الله بنحلها في وقت قليل، في وقت سريع، بجوده عاليه، وبنقدم خدمات مميزه. هدبسك دلوقتي في حاجه في الفقره هنعملها بعد كده، بما ان انت معانا راعي فدي مش اول مره هتبقى معانا، هتبقى معانا مرات جايه كتير. طيب. وكل مره هتجيب لنا حد من انا قلت عليهم فنانين عشان هم يستاهلوا الكلام ده، عشان انا عارف ناس كتير جربوا شغلكم وبيقولوا قد ايه انتوا ناس محترمه، بالذات لان الناس بتفتح لكم البيت وناس بيخشوا جوه البيت، دي حاجه مهمه. كل فترة هنعمل فقرة وهتجيب لنا حد يعلم الناس في البيت ازاي يعملوا الحاجات دي نفسهم لو ما عندهمش امكانية ان هم يجيبوا حد. موافق؟ موافق. موافق؟ اشكرك. دبست على الهواء. طيب الفقرة بقى اللي بعد كده، الفقرة الرابعة النهاردة، فقرة اماندا. والنهاردة فقرة اماندا، وطبعا ما بنقول اماندا يعني هنتكلم عن الميك اب والوان الميك اب والكلام ده كله. والنهارده في فقره اماندا هيكون معانا خبير التجميل رنا السحيمي، هتشرفنا وتنورنا. يا رب النهارده كل فقراتنا كده تنول اعجابكم. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم بترتيب الفقرات مع شونتال وتيمور في المطبخ، بعد كده فقرتنا الطبيه مع دكتور مصطفى مرتضى ودكتور احمد مرتضى، نتكلم فيهم عن تجميل الاسنان. وبعد كده الفقره اللي بعدها مع مهندس عبد الله رمضان ومع الكرو والستاف الخاص بشركته، شركه البراء للانشاءات والتشطيبات والصيانه المنزليه. وبعد كده نختم مع ميك اب اماندا وخبير التجميل رنا السحيمي. دي فقراتنا النهارده، فاصل نرجع لكم في المطبخ، خليكم على بصه واحده.